الوكالة خفضت ل 50 وتوا عملها ولا 20,000 دينار لولا تدخل رئيس الجمهورية رجعها ل 50,000 دينار، والسلاوة حالهم وحالهم عاودوا خفضوها ل 30,000 دينار. السؤال ما بين وزارة الثقافة والوكالة ومهرجان بلهيجية، ماذا بين وزارة الثقافة وولاية جندوبة؟ شنو هو هذا التمييز السلبي المنهجي هذا للمهرجانات في جندوبة؟ لواش تضرب مهرجان بلهيجية الدولي؟ لواش تضرب الإشعاع نتاعو هذا؟ ما نعرفوش علاش. إذا كان رئيس الجمهورية الداخل وكان ترجع لل 50,000 دينار ورضينا بذلك رغم يعني مطالب الجماهير في عروض كبيرة، فكنا نحن نكتفيه بقدر ما نقدروا عليه بقى 50,000 دينار وبشوية تمويل عموم وبشوية ضعف مستشفى في جندوبة، فيصير اللي يعاود يرجعونا لنقطة الصفر. مانيش باش نطيل في الحديث لأني سأحيل الكلمة لسيد مدير المهرجان وهو سيتحدث لكم تفاصيل أكثر. هو الوضعية معناها نحن ضحية نجاح مهرجان بلهيجية ضحية نجاح والتألق دورة هذه ثم جهوي ولا هو كيف كيف المهرجانات الدول الأخرى، لكن فما تمييز سلبي تجاه المهرجان. كنا نحن مسؤولين كهيئة مديرة مسؤولين، صار تخفيف الناس كذلك مسؤولين، عندنا مسؤولين تجاه الوطن وكذلك تجاه ابناء حياتنا. بدنا نشوف شو نخلي جندوبة ليش ما رضيت ما رجعت ليش عروض تعرفين. هذا مركز الولاية، يعني جندوبة فيها 500,000 ساكن بمؤسساتها بتاريخها الحضاري والثقافي والفني والرياضي المخزون هذا كله. اللجنة هذه أنا شك في حياتي نتاعها ونقولها بكل صراحة بكل وضوح. هذه اللجنة هذه اللي تصدر مكلفة بإسناد المنح وخاصة تجاه جندوبة، أنا نشك ونقدح في مصداقيتها وفي حياديتها تجاه ولاية جندوبة، وكل بلاريج راهي ولاية جندوبة. التحضيرات ذات مشترك فيهم، يعني شكرا لكل المتدخلين معنا، يعني تم مصداقية تخلقت ما بين هيئة مهرجان بلاريج ودير المهرجان الدولي اللي هو مذكر في الدورة بتاعه 48 تأسس في السبعينات، يعني ماهوش حديث العهد اللي ربما لو نطالبوا نحن بالشفافية في إسناد. نحن مهرجانات نزلت كبيرة تأسس يقولوا لك 1000 إنسان مهرجان بلهيجية، مع الأسف الشديد نحن ضحية النجاح. نحن نعرفوا اللي المسرح في حد ذاته اللي هو راه منطقة استيعاب ضعيفة جدا ضعيفة جدا، ما بيجيش نتاع ليسي. ورغم ذلك عملنا حساباتنا نحن نعملوا نتصرفوا بحوكمة حسب الميزانية اللي عندنا حسب التمويلات اللي نجمو نحصلوا عليهم. نحصلوا عليها نمرنوا برنامجنا مشكورين كل المستشارين والفنانين اللي تعاملوا معنا. نحن منطقة حدودية عدد 400 أكثر من 400,000 ساكن، هذوما ما عندهمش الحق في مهرجانات تليق بتطلعاتهم، ما عندهمش الحق في ثقافة باهية كيف كيف في كيما الجهة الأخرى. نحن باش نمشوا في التظلم لدى رئيس الجمهورية، نعولوا على الإعلام باش لازم نوصل صوتنا. المسألة تتجاوز أنها مسألة عادية، مهرجان دولي اللي هنا ياخذ إكس مونتون في بلاريج ياخذ 2,000 دينار، الناس الكل تعرف معناها ثمن العروض والعرض ياخذوا الفنان راهو يحيط به امور لوجستيك اللي هي فما اضاءه تخلص فما تقليح يخلص فما لا يخلص. فالعرض اذا كان يخلص 30,000 دينار باش ترجع على القليله 35,000 دينار الكل في الليله الواحده، يعني كيفاش ونزيد اكثر من هكا من غير عضو مدعم، معناتها هل يحبوا يلغوا المهرجان ولا لا؟ كيفاش الهيئه باش تكتفي بالتزاماتها تجاه سألت رئيس المهرجان أو مدير المهرجان مهدد بالدخول للسجن إذا كان ما يخلصش العدد، وهو كان عامل حسابات على أساس أن 50,000 دينار رغم أنه ما تخفي شيء. إحنا راهو كان نرجع معناها الست سنين التالي أو المبلغ معناها نحكي مع محمد زين عبد الملك في ست سنين عبد الملك راهو أعطانا خمسة مرات المبلغ بتاع تو، ومع هذا خلينا نبعد معناها جيزو جيزو اليوم تعطيني أنت وتحب تحاسبني معناها تو كمية مريضة تحب تسكر مع كان يحكي تو الولاد تحب تلغيهم مهرجان كاملة واحدة، أي واحد حتى واحد على القلب. لكن مدير مهرجان يتساءل كيما صار تاع سيدي بوزيد في مهرجان سيدي بولون أنا في الحج. اليوم اجتمعت لي المدير لأن
الوضعية المالية تاع المهرجان أصبحت في أزمة بعد ما قررت لجنة موثقة على كاتب حياة التراث بإسناد منحة 30 دينار فقط 30,000 دينار يعني هي في الحقيقة ما تجيش ثمن معرض واحد. ولذلك اللي صار السنة في الدورة هذه 48 جندوبة 2024 صار عام ناوي والحمد لله بتدخل من رئيس الجمهورية صار تعديل الأمطار ورجعت المنحة كما كانت 50,000 دينار. السنة استغربنا حقيقة علاش اللجنة هذه ما خدش بعين الاعتبار اللي صار عام ناوي وعادت رجعت لنا المنحة كما هي. والحاجة الأخرى ما علمتناش في الإبان يعني علمتنا بعد موفاة المهرجان يعني تم الالتزامات الكل مع المتداخلين الفنانين وكل الناس يعني اللي اتهمنا معهم يعني الحقيقة تم المهرجان في أزمة ونحن نتسائلوا